المنتخبات الكل تحسنت، الكرة ولت تلعب فوق التيران مش بالاسم. كاتريم بلاس هي مانيش راضيين معناها 100%، حابين نعملوا خير من هكا. مي ثم برشا حاجات لازم تتصلح، وميم طون برشا حاجات باهيين نكملوا نبنيوا عليها وان شاء الله نقدم خير. وكا نقولوا خطا ما نراو جول شدوا حتى ولا حاجه، مش نخرجش ناحيه هذاك التجوال، مش نعطيك في سبب لا بالعكس، عندها واحد تحمل مسؤوليته كل شيء. هذيك الكوره يعني قلت لك زهر مش زهر، هذيك تو نتحملوا مسؤوليتنا نقيموا دوره ككل، معناتها دوره معناتها ناجحه بنسبه 60%، ان شاء الله قدرة ربي ال 40% اللي قاعدونا ان شاء الله نصلحوهم في الدورات الجايه. الافكتيف هذايا ان شاء الله قدرة ربي عنده معناتها مستقبل به. فما تغييرات فرضت انفسها اضطرارية نتاع اصابات ممكن خلاتنا خمونا احنا كان في تفكيرنا باش ندخلوا مارك اللمتي، ولكن الاصابات كانت في مراكز اللي خلتنا ممكن ما نعملوش توي هذا. على كل حال مارك اللمتي ان شاء الله باش تشوفوه في المنتخب التونسي، ما نخافوش باذن الله يكون مع المنتخب الاولمبي في شهر سبتمبر. احنا اليوم كنا نجم نكونوا في النهائي، راهو تحب كنا نجم منتخب تونسي يكون في النهائي، ولكن شوف مشاركه فيها الايجابي والسلبي، ان شاء الله نبنيو على الايجابي للمستقبل. والمجموعه السن نتاعها يعني متوسط يعني ماهمش كبار اللاعبين، ان شاء الله في الكان الجايه المنتخب التونسي نشوفوه يعني افضل ونشوفوه في الدور النهائي. اريد المساند الرسمي للمنتخب.